بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر الشيخ رحمه الله مرض الشهوة الذي يكون في قلب الإنسان فيترتب على ذلك النظر المحرم إلى النساء وغيرها من ما يدعو إلى الفتنة وفساد الفروج، لما ذكر هذا المرض ذكر العلاج له، إن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. فهذا المرض خطير، هو مرض الشهوة، له علاج، وهو من شيئين: الشيء الأول غض البصر، ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم أمرهن بالحجاب، لأن الحجاب أيضا وقاية من هذه الآفة. إذا تحجبت المرأة لم يبدو منها شيء يفتن الناس، وإذا لم تتحجب فإنها تظهر فتنتها زينتها، سواء كانت زينة بدنية أو زينة الحلي أو زينة اللباس. أن الزينة على أقسام: زينة البدن والجمال، وزينة الحلي الذي تلبسه يجذب إليها الأنظار، وزينة اللباس. هي مأمورة بتجنب هذه الأشياء، أن تتحجب، أن تضفي الحجاب على بدنها حيث لا يظهر منه شيء يفتن الناس. المحجبة لا يدرى عنها ولا تعرف هل هي جميلة أو دميمة، وأن تستر الحلي الذي عليها، وأن يكون اللباس الذي تلبسه ليس فيه فتنة، ليس فيه جمال ولا زينة، وإنما يكون ثوبا ساترا لا ليس فيه تطريز وليس فيه شيء من التجميل. بهذه الطريقة المرأة تسلم، ويسلم منها الناس، يسلم منها الناس. هذا الأول. الشيء الأول غض البصر من الرجل والمرأة وتحجب المرأة، ولذلك يحرص الشيطان وجنود الشيطان من بني آدم يحرصون على الدعوة إلى الستور، ويهاجمون الحجاب ويسخرون منه، لأن الشيطان لعنه الله يعلم ما لكشف الحجاب من الفتن والشرور. وكان حاول مع آدم وزوجه من قبل حينما أمرهما بالأكل من الشجرة من أجل ظهور العورات، يبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم، فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة. ثم أمر المشركين بأن يطوفوا بالبيت عوراتا، ويقول لهم: إن هالثياب التي عصيتم الله فيها اخلعوه، بشدة الورع بزعمه، وهو يقصد الفتنة. فكانوا يطوفون بالبيت عوراتا ويعتبرون هذا من الطاعة لله، إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يظنون أن هذا من الطاعة لله عز وجل.
فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأراد أن يحج تأخر، لما فرض الله عليه الحج تأخر في أول سنة لأجل منع هذه الجريمة، وأرسل من ينادي أن لا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمنع المشركين ومنع العراة من الطواف بالبيت، واستقر هذا ولله الحمد، ومنع الشرك ومنع التعري حول البيت. وإن كان الآن فيه من النساء الفاتنات والشرور من تحاول أن تظهر زينتها عند البيت، لكن هذا شيء خفية، شيء سرقة، ومسؤوليته على من تبناه وفعله، لكن هو من جهة العموم ممنوع. كذلك الشرك ممنوع من جهة العموم، وكون بعض الناس يصدر منه شرك أو دعوة لغير الله هذه أمور فردية، ولكن مظهر الشرك ومظهر الوثنية ومظهر الأصنام هذا طهر الله البيت منه ولله الحمد، طهر الله البيت منه. فلا يوجد إلا شيء فلتات من بعض الناس وتعالج والحمد لله. الشاهد أن هذا علاج الشهوة بأمرين: الأول غض البصر، وقد ذكر الله فوائد غض البصر: ذلك أزكى له، إذا غض بصره فهو أزكى له، يعني أطهر له ولقلبه ولسلوكه وأخلاقه. فغض البصر يتزكى فيه الإنسان في قلبه وفي نفسه وفي أعماله وأخلاقه، ولا يدب إليه شهوة. وكذلك غض البصر فيه النور الذي يكون في القلب، إذا غض بصره ألقى الله في قلبه نور الإيمان، وأما إذا لم يغض بصره فإن قلبه يعمى بمرض الشهوة وظلمات الشهوة ألا يكون فيه نور. هذا الشيء الأول. ذكر الشيخ فوائد وصلت إلى 10 فوائد قرأناها في الدرس الماضي لغض البصر، فوائد غض البصر ذكر منها 10 نواقض، لكن أهمها الزكاة، زكاة النفس، والنور الذي يجعله الله في قلب المؤمن الذي يغض بصره. نعم. الأمر الثاني: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. نعم. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته وضغ عليه من حصول هذا المحبوب؟ نعم. صلى الله عليك. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته وضغ عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصله أضغ عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبته ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب، وفواته أضغ عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. نعم. الثاني من العلاج خوف الله عز وجل، أن يخاف المؤمن من الله عز وجل، فإذا خاف من الله ملك بصره وملك سمعه ملك جوارحه، إذا خاف من الله عز وجل. وكذلك المحبة، بدل ما تكون محبته للشهوات تكون محبته لله عز وجل وما عنده، فإذا أرزق الخوف من الله والمحبة لما عند الله فإنه يسلم من هذه الآفة. نعم. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى، فإذا لم يحب الله عز وجل أحب الصور الفاتنة والنظر إلى ما حرم الله. نعم. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب،
وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. نعم. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت. الأول البصيرة، يعني يكون عند الإنسان بصيرة في قلبه بحيث يقارن بين اللذة العاجلة والعقوبة الآجلة، يقارن بين المضار والمفاسد، بين مضرة الشهوة العاجلة وعقوبتها الآجلة، فيقارن بين ذلك. هذا يحتاج إلى بصيرة، لأن بعض الناس ينظر إلى اللذة العاجلة وينسى العقوبة فيقع في المحذورات، ومن وفقه الله نظر النظرة إلى العواقب فترك الشهوة العاجلة خوفا من العقوبة. هذه بصيرة يعطيها الله من يشاء من عباده. نعم. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. أي نعم، مع البصيرة يعطيه الله قوة عزم بحيث يترك هذه الأشياء، لأن تركها يحتاج إلى عزم. اللي ما عنده عزم ما يتمكن، ولو كان عنده خوف وعنده بصيرة، لكن إذا لم يكن عنده عزيمة فإنه لا يستفيد من هذا. لابد من يكون عنده عزيمة على ترك هذا الشيء والصبر عنه، الصبر عن مألوفاته وشهواته. نعم. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على أشياء لا تنفع من خسته وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته. نعم، كثيرا ما يكون عند الناس معرفة بالأشياء وأن هذا ضار وهذا نافع، ولكن ما عنده عزم على ترك الضار، عزيمته ضعيفة. فيعرف أن الزنا أنه قبيح وأن له آثارا سيئة، ولكن ما يقدر على تركه، ما عنده عزيمة ولا عنده صبر. يعرف أن مثلا الدخان اللي يشربونه بعض الناس، يعرف أنه ضار وأنه ما في فائدة وأنه قبيح وأنه منتن وأنه لا خير فيه، لكن ما يقدر يترك، ما عنده عزيمة، ولذلك يقع فيه. كثير من المدخنين يعرفون إن هذا الدخان إنه مرض وضرر وشر، ويتمنون الخلاص منه، لكن ما عندهم عزيمة يتركون. هذا المشكل، يكون عند الإنسان عزيمة يترك هذه الأشياء، وإلا ما يكفي إنه يعرف إن هذا ضار وهذا نافع، لابد يكون مع المعرفة يكون عنده عزم على ترك هذه الأشياء، صبر عنها، وما هي إلا مدة يسيرة حتى ينساها وحتى يبغضها. إذا عزم على تركها أو تركها فعلا، ما هي إلا مدة يسيرة حتى تسلو نفسه عنها ويتركها نهائيا ويبغضها. نعم. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. اللي ما عنده عزيمة ما ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره من الناس. نعم. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين، الصبر واليقين بما عند الله عز وجل من الثواب والعقاب، بهاتين الصفتين ينال الإنسان الإمامة، يعني القدوة. الإمامة يعني القدوة في الدين، هم معنى الإمامة هنا أنه يكون ولي أمر؟ لا، معنى الإمامة أنه يكون قدوة حسنة، لأن الإمامة لها معاني، منها القدوة
وجعلناهم أئمة يهدون بأمر، يعني قدوة، وجعلنا للمتقين إماما يعني قدوة، جعلنا للمتقين إماما يعني قدوة، قدوة حسنة. نعم. فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نالوا هذه المرتبة الإمامة وهي القدوة الحسنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس. نعم. وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. نعم. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. نعم. من الناس من يمشي بنور ويمشون الناس على نوره، وهو العالم الذي يعمل بعلمه، هذا يكون نفعه متعديا، نفعه لنفسه ولغيره متعدي، مثل القمر والشمس يضيئان الكون، يضيئان الكون بعد الإضاءة في أنفسهما يضيئان الكون. وأما والقسم الثاني من ليس فيه إلا ظلم، ما فيه نور لا لنفسه ولا لغيره، ظلمة مظلم العياذ بالله. والقسم الثالث من فيه ضياء لنفسه ونور لنفسه، لكن ما نوره ضعيف، نوره قاصر، مثل الكوكب، مثل الكوكب نوره قاصر عليه. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، شبههم بالقمر، قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وهذا فرق واضح، العالم الذي يعمل بعلمه ينتفع وينفع الناس مثل القمر، وأما العابد نفعه لنفسه فقط ولا ينتفع به أحد. لكنه أحسن حال من المظلم الذي ليس فيه نور، أحسن حال. نعم. فصل. إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. ما يمكن يجتمع حب الله جل وعلا وحب الصور والفتن والشهوات، لا يجتمعان ضدا. فإما أن تحب الله وتكره هذه الأشياء، وإما أن تحب هذه الأشياء ولا تحب الله عز وجل. نعم. بل هما ضدان لا يتلاقيان. نعم. بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه، فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله أو لكونه وسيلة إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة، يحبون الله ويحبون الأصنام، فبطلت محبتهم لله. أما المؤمنون فيحبون الله حبا خالصا، ولهذا يبغضون الأصنام ويبغضون الشرك بالله عز وجل. نعم. والمحبة من أعلى درجات الدين، المحبة من أعلى درجات الدين، الحب في الله والبغض في الله، محبة الله أولا، محبة رسوله، ثم محبة أولياء الله وبغض أعداء الله. نعم. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى
الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده. ولهذا عاتب الله المؤمنين الذين لم يهاجروا ولم يقاتلوا في سبيل الله، عاتبهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن قدم محبوباته على محبة الله فهو متوعد بهذا الوعيد، أما الذي يقدم محبة الله على محبوبات نفسه فهذا هو السعيد، لكن هذا يحتاج إلى إيمان، صبر، يقين. نعم. فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال، ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر العبد إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه، بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو المردان أو محبة النيران أو محبة النسوان أو محبة الأيمان أو محبة العشراء والإخوان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هوى، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نعم، من أحب الله عز وجل فإنه يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ومن أحب غير الله ابتلاه الله جل وعلا بحب أشياء لا تنفع بل تضره، فيحب النظر إلى النساء ويحب النظر إلى ما حرم الله، يحب بل قد يحب عبادة الأصنام. المشركون يحبون الأصنام ولهذا يستميتون دونها ويقاتلون ويقتلون لأنهم يحبونها، لو هم ما يحبونها ما قاتلوا دونها ولا بذلوا أنفسهم وأموالهم دونها، إلا لأنهم يحبون. ابتلاهم الله بمحبتها والعياذ بالله، لما تركوا محبة الله ابتلاهم الله بمحبة الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وغير ذلك، فضاعوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضاعوا في محبته وهلكوا عقوبة لهم. هذا الفرق بين المحبتين، محبة الله ومحبة غير الله. نعم، الإنسان يحب أولاده ويحب ماله ويحب بلده، لكن هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية ما هي محبة عبادة، فإن قدمها على محبة الله صارت مذمومة، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية. أما إن قدم محبة الله عليها فهذا دليل على صدقه مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا الصحابة تركوا أوطانهم، تركوا أولادهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا محبوباته وآثروا محبة الله ورسوله فهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم، هذه المحبة الصادقة. نعم. فصل، وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له. نعم، أصل أنك تحب الشيء هذا ما تلام عليه، تحب الزوجة، تحب الولد، تحب المال، هذه طبيعية جعلها الله في القلوب والنفوس لمصلحة، لكن الكلام هل تذل لهذا الشيء تنقاد له تؤثره على محبة الله، هذه عبادة
هذا نوع من العبادة. الحب الذي معه ذل هذا عبادة، أما الحب الذي ليس معه ذل للمحبوب هذا ليس عبادة. فرق بين هذا وهذا. ولهذا العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فإنه لا ليس عابدا له، أما من أحبه وذل له فهو عابد له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. سماهم عباد لهذه الأشياء لأنهم أحبوها وآثروها على محبة الله عز وجل. نعم. بل التعبد أحد مراتب الحب ويقال له التتيم أيضا، فإن المحبة لها عشر، لها عشر عشر لها عشرة أنواع، لها عشر أنواع. أعلاها الخلة، أعلى درجات المحبة الخلة، بأن يكون المحب لا يحب غير محبوبه، ما يحب معه أحد أبد، وهذه درجة عالية ما نالها من البشر إلا اثنان: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، اتخذه الله خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. فإبراهيم يحب الله محبة خالصة ولا يحب معه غيره، كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها درجات المحبة. نعم. بل التعبد أحد مراتب الحب ويقال له التتيم أيضا، فإن أول مراتبه العلاقة، وسميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب. قال الشاعر: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. وقال الآخر: علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. ثم بعدها الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال الشاعر: تشكى المحبون الصبابة، ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب. هذه درجات المحبة، هذه درجات المحبة، أولها العلاقة، ثم الصبابة، ثم الغرام. نعم. ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما، يعني ملازما والعياذ بالله. عذاب جهنم ملازم لا ينفك عن المعذبين، ما يتخلصون منه أبد، لا ليل ولا نهار، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يفتر عنهم من عذابه. نعم. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. نعم. ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب سبحانه ولا يطلق في حقه. نعم. ثم الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، فقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا دعاء عظيم، والشاهد من الشوق إلى لقائك، هذا نوع من المحبة، الشوق نوع من المحبة. نعم. وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا.
وهذا هو المعنى الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه، وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به. وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحيي حياة طيبة، وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن بصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيى، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به، حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع بمحبوبه، وإن أبصر به، وإن بطش به، وإن مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا للمصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟ وقال الآخر: ومن عجب أني أحن إليهم فأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، قد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة
حتى يصيغ أدنى إليه من نفسه بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يريدان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منهما، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار؟ وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال الإنسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده، وكون عبده به في إدراكاته وبسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. يعني ليس معناه أن الله حال في العبد وأنه يكون الله يده ورجله وسمعه وبصره، وإنما معناه أن الله يوفقه ويسدده في هذه الأمور وينصره ويكون معه، وليس بهذا دليل للحلولية اللي يقولون أن الله حال في العبد قبحهم الله، يستدلون بهذا الحديث. الحديث ما هو بدليل على كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى أن الله يوفقه في هذه الأعضاء فلا يكتسب بها إلا خيرا، لا ينظر إلا إلى خير، ولا يسمع إلا ما فيه خير، ولا يمشي برجله إلا العبادة وما فيه خير، ولا يأخذ بيده يعطي إلا ما فيه خير. يحفظ عليه هذه الأعضاء، يحفظها له، لأن هذه جوارح، إما أن تكسب لك خير وإما أن تكسب لك الشر، هذه جوارح، جوارح يعني كواسب، الاجتراح الكسب، فهي جوارح بمعنى أنها كواسب تكسب لك إما خير وإما شر. فإذا أطعت الله وأحببت الله حفظ عليك هذه الأعضاء فلا تكسب لك إلا الخير، وإذا عصيت الله ضاعت عليك هذه الأعضاء صارت تكسب لك شرا. نعم، هذا معنى الحديث. نعم. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر، وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبغاء والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هاهنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذه هي المعية الخاصة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الباء المعية على قسمين: معية عامة لجميع الخلق بمعنى الإحاطة، بمعنى أنه أحاط بهم ويعلم ما يعملون وما يقع منهم، المؤمن والكافر هو محيط بجميع عباده معهم، بمعنى محيط بهم لا يخفون عليه،
هذه معية عامة تحصل للمؤمن والكافر. أما المعية الخاصة التي معناها التوفيق والتسديد والإعانة، هذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبب هذه المعية هو التقوى والإحسان. نعم. فهذه الباء مقيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل. يكفي نقف عند ولا يتأتى.